ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يتذكر المسلمون في هذه الأيام حادثة عظيمة من حوادث سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويستقون منها الدروس والعبر وسيرته العطر صلوات ربي وسلامه عليه مليئة بالدروس والعبر هذه الحادثة هي الإسراء والمعراج التي وقعت على المشهور عند العلماء في السابع والعشرين من شهر رجب من السنة العاشرة من النبوة ونقول احبتي في الله قبل ان ندلف وان نقف واياكم وقفات موجزه وان نستقي الدروس والعبر من هذه الحادثه العظيمه انه لا يشرع لنا ان نقيم عبادات او ان نخص ليله المعراج او يومها باي عباده فان هذا من البدع المنكره وانما نقف واياكم لنتذكر هذه الحادثه العظيمه ونستقي منها الدروس والعبر لننتفع بذلك باذن الله عز وجل جاء جبريل عليه الصلاه والسلام في ليله المعراج الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الكعبه شرفها الله جاءه بالبراق وهي دابه فوق الحمار ودون البغل وسمي البراق بالبراق لانه يضع حوافره عند منتهى طرفه ثم اردف الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسرى به الى بيت الى الى المقدس والى المسجد الاقصى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله والاسراء هو المشي ليلا والمعراج هو الصعود من الارض الى السماوات العلى فوصل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى بيت الى المسجد الاقصى فربط البراق بحلقه المسجد التي يربط بها الانبياء دوابهم ثم دخل عليه الصلاه والسلام وصلى ركعتين اماما بالانبياء ثم اتاه جبريل عليه السلام بإناءين، إناء من لبن واناء من خمر فاختار عليه الصلاه والسلام إناء اللبن فقال له جبريل هديت وهديت امتك ولو اخترت الخمر لغوت امتك ثم عرج به عليه الصلاه والسلام بمعيه جبريل الامين الى السماوات السبع العلى فراى عليه الصلاه والسلام الانبياء والمرسلين فسلم عليهم وردوا عليه السلام ورحبوا به فراى في السماء الاولى ادم عليه الصلاه والسلام وعن يمينه اسوده اذا نظر اليها ضحك وهي ارواح السعداء من ذريته وعن وعن شماله اسوده اذا نظر اليها بكى وهي ارواح الاشقياء من امته ثم راى في السماء الثانيه ابني الخاله يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ثم راى في السماء الثالثه يوسف عليه الصلاه والسلام ثم راى في السماء الرابعه ادريس عليه السلام ثم راى في السماء الخامسه هارون عليه الصلاه والسلام ثم راى في السماء السادسه موسى عليه الصلاه والسلام ثم راى في السماء السابعه ابراهيم الخليل صلوات ربي وسلامه عليه وقد اسند الخليل ظهره الى البيت المعمور والبيت المعمور لاهل السماء كالكعبه لاهل الارض يامه يا في كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه حتى يرث الله الارض ومن عليها ثم عرج بالحبيب عليه الصلاه والسلام الى سدره المنتهى وهي سدره عظيمه وصفها عليه الصلاه والسلام قال واذا باوراقها كاذان الفيله واذا بنبقها اي ثمارها كقلال هجر اي كالقلال العظيمه ثم غشاها فراش من ثم غشيها فراش من ذهب ثم غشيها من امر الله ما غشيها حتى لا يستطيع احد ان ينعتها اي ان يصفها من حسنها وجمالها ثم رفع بالحبيب عليه الصلاه والسلام ودنا من الجبار جل في علاه حتى كان قاب قوسين او ادنى فكلمه الله تبارك وتعالى كفاحا بلا ترجمان وفرض عليه رب العزه والجلال خمسين صلاه في اليوم والليله فعاد عليه الصلاة والسلام فسأله موسى ماذا افترض عليك ربك فقال عليه الصلاة والسلام خمسين صلاة في اليوم والليلة فقال له موسى عليه الصلاة والسلام إن أمتك لا تطيق ذلك وقد عالجت بني إسرائيل على أهون من ذلك فما استطاعوا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فنظر عليه الصلاة والسلام إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره فقال فأشار عليه جبريل أن نعم إن شئت فعاد عليه الصلاة والسلام إلى رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى فسأله التخفيف فحط عنه عشر صلوات. ثم عاد الى موسى وقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف ولا يزال عليه الصلاه والسلام يتردد بين ربه سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام وفي كل مره يحط الله عز وجل عنه من الصلوات حتى بلغت خمس صلوات في اليوم والليله. قال له موسى ايضا ارجع الى ربك فاساله التخفيف. فقال عليه الصلاة والسلام الحيي قال إني استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم فلما بعد نودي أني قد, قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس أي في الأداء وخمسون أي في الأجر والثواب لا يبا يبدل القول لدي وذلك فضل الله تبارك وتعالى عاد عليه الصلاه والسلام الى مكه وبات تلك الليله وعندما اصبح في صبيحه ليله المعراج ذهب الى كفار قريش وقص عليهم ما جرى له وما راى من ايات ربه الكبرى فعظم هذا الامر على كفار قريش واخذ بعضهم يضرب كفا بكف ووضع الاخرون ايديهم على رؤوسهم استعظاما واستنكارا لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا مسرعين الى صاحبه الصديق الاكبر رضي الله عنه وارضاه الى ابي بكر وهم يطمعون في تكذيب ابي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل العظيم الصديق الاكبر قال ان كان قال ذلك فقد صدق قالوا يا ابا بكر او تصدقه في ذلك قال ويحكم اني اصدقه في الخبر ياتيه في الغدوه والروحه من السماء اي ياتيه في اليوم الواحد في الصباح والمساء الا اصدقه في ذلك ان كان قال ذلك فقد صدق وقد صدق الله في وصف الصديق الاكبر رضي الله عنه وارضاه والذي جاء بالصدق اي نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصدق به قال علي بن ابي طالب ان اسم الصديق انزل من السماء فتلا هذه الايه والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون ثم طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصف لهم بيت المقدس وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزر بيت المقدس قبل ذلك فجلّ الله القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فجلّ الله بيت المقدس أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليه الصلاة والسلام يصف لهم بيت المقدس بابا بابا وموضعا موضعا حتى قال كفار قريش: اما النعت فقد اصاب. ثم سالوه كذلك عن قافله لهم اتيه في طريقها من الشام فوصفها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم عدد الجمال فيها وعدد احمالها وذكر لهم صفة البعير الذي يتقدمها وذكر لهم موعد وصولها ولكن أبى الكافرون إلا ولكن أبى الظالمون إلا كفورا وفي صبيحة هذا اليوم أيضا أتى جبريل عليه السلام وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين له كيفية الصلوات الخمس واوقات الصلوات الخمس امه في اول الوقت وفي اخر الوقت وقال ان الوقت بين هذين فبين اوقات الصلوات وكيفيتها بتفصيل دقيق للحبيب صلى الله عليه وسلم وقد كانت الصلاه قبل حادثه المعراج ركعتان في الصباح وركعتان في المساء بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عبده ورسوله الذي اصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثرهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد من الدروس والعبر من هذه الحادثه العظيمه ايها المسلمون معيه الله ورعايته ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم الا تنصروه فقد نصره الله أيده الله عز وجل بالوحي تأييداً لصدقه صلوات الله وسلامه عليه وعلو مكانته عند ربه صلوات الله وسلامه عليه حتى إنه أما الأنبياء ودل ذلك على فضله عليهم ورفع وعرج به إلى مكان لا نعلم فوق كل ذي علم فوق كل ذي علم عليم أن مخلوقا قد بلغه سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن الدروس المستفاده من هذه الحادثه العظيمه اهميه الصلاه في الاسلام جميع شرائع الاسلام من الاوامر والنواهي والعقائد والاداب وغير ذلك فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الارض وفرضت بواسطه جبريل عليه الصلاه والسلام الا الصلاه فقد فرضها الله عز وجل عليه في ذلك المكان العلي الرفيع المبارك وبدون واسطه من الجبار جل في علاه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه اشاره عظيمه الى عظم الصلاه في شريعه الاسلام وهي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم انها عمود هذا الدين العظيم ومن الدروس المستفاده كذلك احبتي في الله تحريم الغيبه والنميمه وجميع افات اللسان فانه روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه مر على قوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فعندما سال جبريل عليه السلام عن هؤلاء فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس فلذلك يجب على المسلم ان يحذر من الغيبه والنميمه وسائر آفات اللسان وسائر المعاصي والذنوب نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف كل مبتلى يا رب العالمين اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح اللهم ولاه امورنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلط الظالمين على الظالمين ونجنا والمسلمين من بين ايديهم سالمين يا حي يا قيوم سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين